بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع بعض عن الـ Elements أو عناصر لغة الـ HTML. أي معلومة من المعلومات اللي هقولها في الفيديو ده أنت مش مطالب أبداً 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 أن أنت تفهم منها حاجة ولا تحفظها. دي معلومات استعراضية عشان تتعمق في العالم ده وتفهمه قبل ما تبدأ تكتب كود وقبل ما تبدأ تنشئ العناصر دي بنفسك. يعني انا مش طالب منك غير ان انت تتفسح معايا وتتفرج بس كده. طيب النهاردة هنشوف مع بعض موقع جوجل، موقع مثلا الزيرو.org، اي موقع تختاره بنفسك تطبق عليه اللي انا هعمله ده. الموقع بتاعنا عبارة عن مجموعة عناصر خاصة بلغة الـ HTML بتكون الصفحة او شكل الصفحة اللي انت شايفه قدامك ده. العناصر بتاعتنا دي كلها، كل عنصر ليه خواص، كل عنصر ليه اسم، كل عنصر غير التاني. كل العناصر دي هنتعلمها بإذن الله بالتفصيل. طيب عشان تبدأ تبص بص على العناصر دي لان انت مش شايفها قدامك كده، عندك حاجة بسيطة جدا، ان انت تيجي في الموقع وتدوس كليك يمين وتقول له View Page Source او تدوس Control U. View Page Source بيجيب لك البيج سورس او السورس بتاع الاكواد اللي في الصفحة اللي عن طريقها انشأنا الصفحة دي. الكلام ده في اي موقع في الدنيا هتقدر تشوفه، مفيش مشكلة خالص. عظيم. مش بس كده، عندنا حاجة اسمها Developer Tool هنتكلم عنها بالتفصيل. تقدر مثلا في عنصر زي ده عايز تعرف العنصر ده نوعه ايه، تدوس عليه كليك يمين وتقول له انسبكت. انسبكت دي اللي هو زي المحققين كده، يعني بتقدر تفحص العنصر ده عباره عن ايه. هتلاقي العنصر بتاعنا اهو، الكلام اللي جواه ونوع العنصر، وادي عنصر تاني، وعن طريق السهم اللي فوق ده هروح مثلا كده ده عنصر تاني صوره. نفس القصه دي موجوده في جوجل، نقدر نعمل الكلام ده برده هنا عشان تتاكد. دي صوره اهي، ده عنصر تاني اهو. كل دي عناصر اللي بتكون صفحة الويب بتاعتنا اللي احنا اتفقنا يا شباب هنتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله. طيب احنا قلنا في المقدمة بتاعت الكورس انه لغة الـ HTML بتبني الهيكل بتاع الويب، بس انا مش شايف ده هيكل. لو افترضنا ان صفحة الويب دي انسان دلوقتي، انا مش شايف ان ده الهيكل العظمي، ده كده انسان كامل ولحم ودم ولابس لبس كمان وطاقية ونظارة ومروق نفسه على الاخر. طيب هوريك شكل صفحة الويب بدون وجود اللغة اللي بتنسق صفحة الويب اللي هيكون معانا ليها كورس كامل مفصل بإذن الله، وهي لغة CSS طبعا. طيب خلينا ننزل كده تحت شوية، هنلاقي مثلا الملف بتاع CSS انا بس هشيله وهوريك صفحة الويب بتاعتنا هيكون شكلها ايه، اللي هي من الاخر الهيكل العظمي بتاعها. دي الصفحة بتاعتنا بدون وجود اللغات اللي بتنسق الصفحة بتاعتنا. ده شكل الصفحة بتاعتنا زي ما انتم شايفين، عبارة عن هيكل وفي كلام وصور، مفيش ابدا تنسيقات، مفيش الشكل الجميل اللي انتم شفتوه من شوية، وده نقدر نقول عليه الهيكل بتاع الصفحة. طيب جميل قوي الكلام ده وعظيم، والحمد لله فهمنا الفكرة واتفسحنا معاك وعرفنا المطلوب. هتدخل جوجل وهتكتب Download Visual Studio Code. Visual Studio Code هو اول اديتور عندنا من الاثنين اللي احنا بنوصي بيهم، والتاني هو اتوم. هتكتب برضو داونلود اتوم والاثنين موجودين عندك. في الفيجوال ستوديو كود عندك نسخة الويندوز واللينكس والماك، تختار المناسب لنظام التشغيل بتاعك. طبعا معظم الناس ويندوز فهتختار ويندوز، وهنا ممكن تنزل ده جنبه والاثنين يكونوا معاك وتشتغل على الاثنين لحد ما تشوف مين فيهم مناسب. هرجع واقول لك تاني زي ما قلت في فيديو المقدمة، اللي هتكتبه هنا او هتكتبه هنا هيطلع نفس النتيجة، بس اتس اب تو يو. في واحد مريح وواحد مش مريح، الوانه جميله ده الوانه مش جميله، ده عينيك مثلا كانت شايفه فيه كويس ده لا، براحتك خالص وما عندكش اي مشكله. ده شكل الايكون بتاعت فيجوال ستوديو كود، وده شكل الايكون بتاعت اتوم، والاثنين عندك. هتفتح مثلا ده هتلاقيه بالشكل اللي قدامك ده، ومبروك عليك البدايه. ان شاء الله نبدا نقول بسم الله من الفيديو الجاي عشان تنشئ صفحتك الاولى. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، والسلام عليكم.